لعله ظهر فأنا مستعد, مستعد وإذا ما ظهر أنا هم الحجة لقيتها بيني وبين نفسي وبيني وبين ربي. السؤال الآخر سيدي, بعض المحسوبين على الإسلام والإسلام منهم براء جعلوا من أعمالهم مدعاة للسخرية ومدعاة لنفور الناس من الدين, فما هي تلك الأعمال؟ في طبعا في الخطبة سيدي أنت قلت هذا الكلام أنه هذه الأعمال. شوف مرات خلنا ننظر بمنظارين, ننظر بمنظار خارجي غربي, فهم ينظرون إلى أن المسلمين من ضمنهم منه السلفيين والتكفيريين عليهم اللعنة الذين نصبوا العداء لأهل البيت. هم خلوهم من المسلمين فإن فجروا وقطعوا الرقاب وكسروا ومفخخات ومدري سوى ومدري كذا هذا الإسلام سوى. شوف المسلمين سووا, مع أنه إحنا براء منهم وبرسائلنا العملية أنه النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت وأتباعهم ليس بمسلم بالنص, يابا مو مسلمين أحد ما يصدقوك. هاي هي ننظر بمنظار داخلي يعني بيناتنا لو صح التعبير, مو داخلي قصر العراق كمسلمين, نجد على أنه هناك طوائف كثيرة مسلمين, أحزاب كثيرة, بعض الأحزاب تعمل أفعال قبيحة مشينة شنو تسقط من كرامة الإسلام حبيبي, وإن كان كرامته أعلى من ذلك, بس هو من يحس بهذا مسلم راح ينزل. بس احنا كمثل بمثال يحطون حكومة إسلامية, حكومة الإسلامية لا مال لا كهرباء لا خدمات, أفعال مشينة, سرقة أراضي, اعتداءات, أنانية, مصافحة الغرب الكافر, مصافحة الغرب الكافر بحيث تصل إلى إسرائيل وما إسرائيل وما أدري شنو, سجون وكبسات بيوته وسرقة أموالهم وما أدري كذا, كل هاي وين تنحسب؟ على الإسلام. على الإسلام زين, فشي يصير؟ يصير الإسلام شنو؟ مو خوش. بعدين سنة اللوخ أنا مثل ما قلت لك منو ينتخبون؟ ينتخبون علماني. فإذن شنو صار؟ الإسلام مو حلو, ما يقدر يحكم. هم يريدون يثبتون أن الإسلام لا يستطيع أن يحكم, حتى يكسرون حكايات علماءنا السابقين أن الدستور إسلامي وأن الإسلام يحكم وأن الإسلام كذا وأن الاقتصاد يجب أن يكون إسلاميا وكذا وكذا, كتب خصوصا الشهيد الأول والشهيد الثاني كلها تستدل على هذا الأمور. وإن كان أكو كتب أخرى, هذا اللي أما أحب أنصحها ورد أن بعضهم يتمسكون فقط بكتب الشهيد الأول والشهيد الثاني يقروها, لا ما كذا داعي, توسع, انظر إلى باقي الكتب, لا تقرأ كتب المنحرفين, اقرأ كتب حبيبي أكو علماء وناطقين بس اندثروا, شهيدين استطاعوا أن يشقوا طريقهم لكن الباقيين لم يستطيعوا أن يشقوا, اقرأ كتبهم وتطلع وتثقف, مو فقط أنه تقرأ, أنت حبيبي عم تقرأ كتب السيد صحيح وقراها وفي كل مرة تجد فيها معنى آخر غير الذي فهمته, لكن لا معنى أنه لا تقرأ الكتب كتب الآخرين. صحيح سيدي تنصح من أنا في محفل آخر أقول إن شاء الله, أنا راح عندي مشروع أنه أفتح في مكتبة عامة أو شبه عامة للبيع والشراء والقراءة, فأنا اللي أبيعها في هذه المكتبة إن شاء الله هي مقرمة إن شاء الله, خليها في محفل آخر لأنه أنا لحد الآن كلفت كم شخص وما مشوا بالأمر وأنا لله أنه رجعوا.